هلا يا هلا، يسعد اوقاتكم وربي يحفظكم. في البدايه اللي ما مشترك بالقناه يا حبذا لو تشترك تخلينا بالاشتراك وباللايك. اليوم راح اخذكم الى مكان راح يعجبكم وراح يفيد الشباب والبنات والكل. اختصر لكم اياه، هو مكان عباره عن من الأبرة لها الكبرى. شنو هو هذا المكان؟ نمشي نروح نشوف. Let's go guys. بارده. هسه احنا دخلنا الى هذا المكان اللي هو اسمه هوم ديبو. باختصار اختصر لكم الهوم ديبو، هو انت تقدر تبني بيت. هسه هذا الاير هو عبارة عن الباربيكيو، يعني كل شيء يخص الشوي، المنقلة عندنا، الفحم، الخشب، يعني كل شيء بيه موجود، حتى هذا النفط اللي يحرق الخشب حتى يساعد على الاشتعال. هذا الباربيكيو الغازي. راح اخذكم جولة سريعة لان كلش كبير الهوم ديبو، حتى الحق. طبعا هو عملاق، هذا يكافح الحشرات، الشغلات اللي مثلا الموجودة غير مرغوب بها، تأذي الزرع، وهذا موجود في كل كندا، كل المدن وكل المقاطعات. هسه احنا راح نروح الغير ايل حتى اشوفكم ايضا شنو موجود. شوف هسه هذا كله الباربيكيو، كل ما يخص الباربيكيو هنا أنا موجود. شوفوا، خلينا نشوف الاسعار مالتها. يعني شنو هذا الباربيكيو الغازي؟ شوف هذا بيه غالي، $500. انا احب على الفحم مو على الغاز. نشوف اكو ب $1200، اكو ب $1300، اكو ب $700، يعني تتراوح من ال 500 لل 2000. هنا هذا على السريع، هذا سموك الارم، هذا للدخان، احنا نحتاجه في كندا. لازم كل بيت عندهم هذا الانذار، اذا اكو دخان، اذا اكو شيء لا سمح الله، راسه ينفهك حتى قبل وقوع اي شيء خطر عليه. انا اقول لكم الكواليتي هنا جدا عالي، توب يعني التوب. هاي هنا الكاميرات، بعد شنو عندنا؟ كاميرات الانتركام، هذا اذا مثلا عندك تسوي بالبيت او بالمكتب، ما اعرف، هذا كل واحد احتياجاته. هنا هذا الفلورسن، الشمعات، الاضويه هاي، بس هنا مو ما نستخدم هاي الشغلات، يعني ما نستخدم احنا بكثره، اكثر شيء نستخدم الاضويه العاديه. المهم قولوا ايه وجر الخط. احنا شفنا هسه هاي، شوفوا احنا نستخدم هاي الاضويه اكثر شيء، يعني المصابيح العاديه. هاي الاسعار مالتها قدامكم تشوفوها انتم. ارجع اقول لكم هاي هنا يعني هاي كواليتي، يعني ماركات محترمة راقية جدا الهوم ديبو. بس انا جبتكم من الهوم ديبو لاجل شغلات ما موجودة بغير مصر. شنو احنا هنا نشوف هنا، هاي هنا اكو اضوية من واحد بالليل من يمشي تشتغل اوتوماتيك، وكاميرا موجودة يعني للامان للسيفتي، هذا كله يعني هذا سمارت هوم. هاي هنا الشخص اللي يريد مثلا يشتري شغلات، أضوية للبيت، للمكتب، للمحل، لأن هاي كلها هيك عرضيها، هذا للعرض. أي شيء تريده أنت تأشر عليه يجيبوا لك إياه جديد. طبعاً كبير المكان، راح أحاول أغطي لكم كل شيء. فلا تبخلون علينا بالإشتراك حبايب قلبي، ويا ريت تسوون شير للغير، يعني تشاركون قناتنا إلى أصدقائكم، إلى أحباب قلبكم، إلى كل شخص تعرفوه حتى تعم الفائدة. هاي شوفوا هنا الأضوية، يقول لك هاي هنا هذا قوة الضوء، سعره $40. أنا أقول لكم أكو شغلات غالية، بس هنا
حلو يعني. شوف هنا أنا بدي أتنصي تعدي تقدر تطفي يا شاء الله. هاي بس هيك دي يشرح يعني للعرض فقط. هسه احنا نروح على غير ما نشوفه، حتى احنا نروح بعدين على هذاك القسم، وبعدين نروح على قسم الانشائيات وكل شيء موجود. هاي هنا أنا العوازل الشغلات بالعزل الكهرباء حتى يصير لل شوفوا تشوفون للانابيب للمي خراطيم كلبسات براغي كل شيء موجود، كل شيء موجود، كل شيء اللي تريدوه موجود. بس انا طبعا راح لازم شويه تبقون وياي حتى شنو اروح على مكان الكل ايضا هم راح يحبه وخاصه البنات. راح اروح للاثاث المطبخ اللي هو مثلا الكاونترات والغسالات وهذا اللي كل هذا من الامور. هاي شنو هاي انا هنا انا شوفوا شباب لا تنسون اللايك لا تنسون الشير للغير. هذا اجينا الى سكشن حتى شوية انوع منه ومن هنا الى سكشن المطبخ والخلاط دمع المي. نشوف اسعاره مثلا هذا ب 480 دولار 400 دولار حسب. تشوفون هذا كل هم موجود هنا. سبق وان اخذتكم اني الى مكان اسمه ريستور، همين بيه شغلات موجوده، وقارنوا بالاسعار وشوفوا انتم شنو اللي موجود هنا وهناك. هاي الاسعار يعني اكو من ال 90 دولار الى شوف مثلا يمكن ال 800 دولار اكو. هذا خلاط بس. نشوف الدوش موجود طبعا هذا كله يعني تشوفون شيء عبالكم بسيط كل شيء موجود هنا. هذا الدوش مثلا اكو ب 250 اكو ب 300 ما ادري اذا واضح او لا. هذا كله للباثروم للحمامات. هاي هنا تسحب الدخان. هذا الساحبات اكو ب 400 اكو ب 300 اكو ب 200 حسب. الهوم ديبو ضخم عملاق. طبعا جيت انا الى مكان صغير حتى اقدر اصور لكم يعني اكو بعد هوم ديبو اكبر من هذا. هاي هنا المايكروويف اسعارهم 300 اكو 200 حسب يعني سعر اكو من 150 بال 500 دولار. بس احنا خلصنا هذا راح اروح على هذا. هذا كله مغاسل للحمامات للباثروم. هذا التوب مالتها بس عرض هذا، وهذا اللي يكون تحت اللي تخلون به شغلاتكم يعني المنظفات الصابون يعني الشغلات اللي تحتاجوها. يعني مثلا اكو ناس تخلي هنا بال تشوفون يعني بس هذا للعرض فقط. سعرها هاي 900 دولار. الاصغر من عندها سعرها 300 دولار. هاي هذا سعره هاي اللخ سعرها 330 دولار. هسه هذا القسم هو بي لوندري، بس هذا اللوندري بسيط اللي هو غساله ونشافه. اللي عنده مثلا شقه او اللي عنده مكان صغير بالبيت يقدر ياخذ هذا الشيء، يكون الغساله تحت والنشافه فوق. هاي الغساله والنشافه سعرها مثلا هاي 1645 كاتبين اونلي فقط يعني ودي يعني رخيصه على اساس رخيصه. لا يعني انا اخذها من غير مكان بارخص مو صحيح. ودليتكم انا من وين. هذا هنا عارضين طباخ ليزري السعر عندكم 795. شوفوا هذا اي هنا اي وهنا هذا الاي ايش سعره؟ فاكو كل واحد اي وبي. شوفوا البي هنا تسحبوا شوفوا هذا بي. البي ايش سعره؟ ب 900.
هسه هذا طباخ 5 عيون سعره $1,000 هذا $1,250 هذا الفرن مالته. لما انتم تأجرون بيت او تشترون بيت راح تلقون الطباخ موجود بي. يعني لا تقلقوا، بس اللي حابب يسوي ابديت اذا مثلا ان شاء الله يرزقكم تشترون بيت، وراح اسوي لكم حلقه خاصه عن البيوت وشراء البيوت والشقق. فاللي يريد يسوي ابديت للبيت تطوير يطور بيته يقدر ياخذ هذه الانشاءات من هنا او من غير مكان، هاي كيفكم. هنا كهرباء، هذا غاز. الغاز احنا ما نستخدمه كثير الا ما ندر، اكو ناس عوائل تشتري مال غاز، لان الغاز هنا لما تشتري انت تشتري او تشترين الانبوبه غاليه، عندهم اغلى الانابيب اغلى من الكهرباء. فاكثر معظم البيوت هنا هي نقول 90% او 85% هي عباره عن كلها شغلات كهرباء. اللي موجودة أصدقائي وأحباب روحي، هنا اللي موجود هو غسالة الصحون، هذا الشكل مالتها. أسعارها من تقريبا يتراوح من 500 لـ 1500. هذا الربط، يعني إذا تأخذ ديش واشر يشدوها في البيت إلك $160. اللوندري الغسالة والنشافة إذا تأخذوها يشكلوها لكم بالبيت $165. هاي هنا الغسالة سعرها $1,000، هاي $850، كله أوتوماتيك، توماتيكي، كله أوتوماتيك، فول أوتوماتيك. هاي النشافة، هاي الأسعار مالتها. ووديتكم أنا المكان أرخص، اللي متابع يقول إيه وجر خط ويعرف أنا وين وديتكم وشنو المكان اللي هو اسمه ريستور. إذا ما شايفين الريستور راح أخليكم إياه بصندوق الوصف الرابط مع الفيديو حتى تشوفوه. بس هذا هو القسم السكشن، هو عبارة عن الكيتشن، المطبخ اللي يخص المطبخ. هاي الثلاجة، هاي الثلاجة، سعرها 4,700 أو $4,800، too much، كلش غالية. هاي سعرها $2,800. هاي الثلاجات، هاي سعرها $3,000. هنا الشاشة تكتب ملاحظات، تكتب شيء، يعني هاي سمارت. هنا جينا إلى همين شغلة المطبخ، الكاونترات اللي موجودة اللي أنتوا تحتاجوها أو اللي أنتوا تريدون يالهم تختارون أي شيء تختاروه من هذا اللي أنتوا تحتاجوه اللي تحبوه يالهم يسووا لكم، وحسب الحجم حسب الكبر إيش قد يكلفكم. هذا كل شيء موجود لكم، تختار اللون اللي تريده او تختارين انتي يا لون يعجبك تسوين المطبخ فهم راح يسوون لك اياه. هذا هميم الالوان اللي موجوده، اي لون، حتى لو انتم عندكم الوان ببالكم تجيبوها لهم هم يسوون لكم. هذا مطبخ اذا تريدون هيك الشكل او تريدون انتم التفصال اللي تريدوه. هذا بس عرض، انتوا اللي حابين بس يشوفكم شنو موجود. هاي حتى انتوا اذا تريدون مثلا تريدون تغيرون الداخل مالته غير شكل القواطع يسوي لكم اياها، فحتى احنا نعرف شلون. هاي الاسعار اللي موجوده، اذا صوركم هاي كل مثلا هذا الشيء ياخذ من عندكم هذا المبلغ التوتال. اذا تريدون انتوا كل شيء سعره 21,638.
شوفوا الاسعار اللي موجوده، 21000 دولار كندي. ناس تقول لي دولار امريكي، لا احنا بكندا، اذا دولار كندي هذا كلش غالي. هذا نموذج ايضا اخر، هذا انتم حابين اسوي لكم هيجي. هنا هاي الشغلات كلش غالية، ماكو اقل من 20000 اذا هيجي ديزاين تريدون. الاسعار جهنمية، الاسعار تو اكسبنسيف تو ماتش. شوف هسه هذا المطبخ، هذا الشاور، هذا حمام، انتو تريدون تاخذون هذا. نشوف ايش قد السعر، 900 دولار، بس هذا من غير الشد يعني، يعني هم ياخذون سعر اخر. او هاي النماذج اللي موجوده هنا عندهم، طبعا تقدرون تشوفون انتم على الويب سايت كثير شغلات موجوده والاسعار موجوده. من تشوفون انتم تريدون شيء يجيبوا لكم حسب طلبكم. هنا همين عندنا المغاسل اللي موجوده، حسب اذا كان هذا الشكل هذا الحجم، تقريبا 90 دولار، 100 دولار، نقول 99 100 دولار، هاي 150 دولار، 200 دولار. شوفوا هذا شو السعر، سعرها 150 دولار. هذا البانيو همين، الحمام اسعارها من 500 دولار انت صاعد، بس انت تجيب الملحقات. حبايب قلبي هذا كله قسم الحمام، قسم الباثروم. هذا تشوفون انتو الاسعار من 150 وانت صاعد، بس اكو شغلات خلي اشرحها لكم ضرورية جدا. الناس اللي تجي الى كندا حتى لا تحيرون، هذا لازم تاخذوه، انا اشرح لكم حتى تفهمون. هذا يكون ينظف اكثر وافضل، بس لازم انتو تشتروه وانتو تربطوه، تجيبون شخص هو اللي شده لكم يعني بالبيت. فهذا سعره ب 300 دولار، هاي النوعية، وهاي النوعية سعرها ب 360 دولار. هذه النظافة اكثر يعني، يجب ان ناخذ هذا الشيء. نجي على شغلة ثانية مهمة جدا، اي شخص بكالجاري هو موجود يريد واحد مختص بالكهرباء او بالمي، يعني انابيب كذا تدفئة، يكتب لي على الانستغرام، موجود بصندوق الوصف الانستغرام، احكوا وياي كتبوا وياي وانا راح ادلكم على ناس يسوي لكم مختصين بهاي الشغلات وباسعار احسن، ما تروحون انتم للهوم ديبو وتكون الاسعار جدا غاليه. هذا نوعا ما شويه احسن، ارخص، وتقدرون انتم تتعاملون وياه ويتكلم السوكي، يتكلم وياكم اللغه العربيه وكل الامور ان شاء الله تكون تمام واوكي. هنا الى قسم الفرنس التدفئه، هم اذا تحتاجون اي واحد بالتدفئه بشغلات قولوا لي، اعطيكم ارقام شخص يساعدكم اذا صار عندكم عطل اي شيء، كهرباء، تدفئه، مي، انا حاضر اقول لكم وين تروحون وباسعار جدا مناسبه. مو دعايه، والله والله العظيم مو دعايه، بس حتى اساعدكم فقط، لا اكثر ولا اقل. احنا هنا التدفئه مالتنا عباره عن غاز فرنس، وهذا الفلتر، هذا كل سنه يتبدل مرتين، هذا الشتاء يتبدل مرتين الفلتر، والاسعار مالتها 17 او 18 او 20 دولار. هاي تقيس هنا عندنا الحراره بالبيت، لازم انتم تعرفون ايش قد الحراره تخلي. احنا بالبيت نخليها دائما 22 23، اذا تنصى اكثر من هذا الشيء تشتغل التدفئه اوتوماتيك. وهاي حسب يعني هنا، هذا مال سمارت، هذا مال بيوت سمارت، سمارت هوم. هسه الحياة دا تتطور وراح يصير كل شيء سمارت. هاي الأرضية سيراميك، الحائط، المطبخ، الحمام، غرف النوم، كل شيء موجود. أنا دا أخذكم فرة
حتى نشوف. شوفوا هسه هذا الأرضيات وهذه الألوان، حتى نطلع مننا نروح على غير مكان، لأن هيك ما راح نكمل. ناس تقول لي مروان أنت الفيديو مالتك طويل، قصر الفيديو. لازم أنا أنقل كل المكان حتى تعرفون وتشوفون أنتوا بعينكم، وأنقل لكم الصورة اللي موجودة هنا في كل مكان أروح حتى تعم الفائدة. فعذرا من عندكم إذا دا يطول الفيديو وده يصير طويل، بس المكان هو كبير ولازم أنا أغطيه. هسا إحنا هنا القسم الكاربت، هذا الكاربت لاصق بالأرض، يعني يلزقوه بالأرض يكون ثابت مو يتغيروا، وخاصة إحنا نخليه بالبيسمنت اللي هو أكو ناس تخليه بالطابق العلوي وبالطابق الأرضي، يعني السفل اللي هو يكون نقول القبو، القبو البيسمنت. فكل واحد وكيف يعني، هذا الألوان مالته تختارون اللي يعجبكم. الأسعار مالته 30 سنتيم القدم الواحد، قدم المربع $2.55. وهاي الألوان طبعا شوفوا اكو يختلف من واحد الى الثاني، الماتيريال مالته هذا اغلى، هذا اغلى اللي تشوفون، يجي شخص مختص يلزقه يصير هذا الشكل مالته بالأرضية. هسه هذه الالوان، هاي الاشكال، اكو هذا الكاربت مسوين عليه تخفيض، يعني هذا اللي ينشال بالشتاء تخلى بالصيف ينشال، بس انا اشوفه يعني مو ما يسوى هذا السعر، لان احنا رحنا لمكان اخر. تذكرون اللوكوديشن، راح اخلي لكم همين اللوكوديشن بصندوق الوصف حتى تشوفون انتو شنو موجود باللوكوديشن من زوالي او سجاد والكاربت اللي موجود. هاي المات اللي تتخلى على الارضية، الدعاسات يعني اسعارها الوحدة تقريبا $13 حسب النوعية. هنا أنا همين هاي الزوالي اللي هو السجادة، اسعارها $200 واكو $400 حسب الكبر والنوعية. الشغلات همين اللي موجودة قلت لكم اكو مثل سيليكون الأرضية للحمام، كل شيء موجود. هسا هاي همين راح اغطي لكم اياها، بس اخذ نفس وارجع. هذا قسم الابواب الخارجيه، الابواب الداخليه، اكل سكرين دور. هسه افهمكم شغلات كثيره. هاي الاسعار مالتهم من 500 وانت صاعد، اسعار من 500 وانت صاعد حسب الحجم وحسب القوه حسب الصناعه مالتها. وانا قلت لكم هنا كلها نوعيه ممتازه، بس همين اكو درجات. يعني شنو درجات؟ الخشب يكون مثلا توب او يكون مثلا فخم او يكون يعني في شغلات اخرى. هسه هذا مثلا سعره $600، هذا سعره 700. حبايبي اكو باب اسمه ستورم دور اللي هو العاصفه او الهواء يكون عازل. في كندا لازم احنا ناخذ بابين، الباب الاول اللي هو مثلا ناخذه مثلا هذا، اوكي هذا الباب الرئيسي، بس قبله يجي باب اللي هو هذا الستورم، يعني هو العاصفه او عازل للهواء يكون هذا يكون. شوفوا راح افتح لكم اياه، هذا هيك يكون، هذا الباب لازم يكون عازل للهواء للعواصف للشغلات اللي مثلا حتى يفوت البرد للبيت، لان يعني انتم شفتوا البرد انا بكندا شلونه، وانا سويت لكم البرد المميت فيديو عن كندا او عن مدينتي شلون احنا عايشين بهاي المدينه او بكندا بالعموم. هسه احنا وين نروح؟ شفنا هاي اكو ابواب داخليه داخل البيت، يعني الغرف اسعارهم تتراوح نقول من 350 وانت صاعد، من $200 الى $500. انا اريد اوصل لكم فكره كامله
اريد من عندكم بس الاشتراك، واريد من عندكم اللايكات حتى يصعد الفيديو حبايب قلبي، وعذرا اذا على الاطاله، لكن شو اسوي، لازم اشوفكم كل شيء. هذا قسم الخشب، اذا حابين تقطعون الخشب، الاخشاب موجوده اشكال الوان اللي تريدوها، وتريدون انتم الحجم او الطول اللي تريدوه وهم يقطعوا لكم اياه. هذا الشخص اللي هو مختص او فاهم هو شو اللي يسوي، البيت هنا مثلا تريد تسوي غرفه زايده، لان يعني هنا كلها خشب، القواطع كلها تكون خشب، فاللي عنده خبره واللي فاهم كيف يصير هذا الموضوع يقدر يشتري مننا انا احسن ما يوصي شخص هو يجيب له ويصرف وكذا، صار هواية شغلات غالية صار عليه. هنا عندنا الشبابيك، الشبابيك كلش غالي هنا في كندا، وكل شيء غالي بصراحة، كل شيء غالي. يعني هاي شبابيك اشكال اللي تريدوه موجود على السريع، خلي نروح. اكو حتى موجود هسه، هذا من قسم الخشب انتو شفتوه، ماكو داعي افوت لكم بيه، نروح على مكان ثاني اللي هو حتى تأسسون التأسيس بيت كامل من أخشاب السر، الأخشاب الجسر يكون جسر والقواطع. هسه أشوفكم كل شيء، أشوفكم هاي هنا حمامة موجودة أتفائل بها أنا. شوف هسه هذا كله خشب، ما أريد أضوج هاي الحمامة خطية، ما طارت راحت خطية. اكو هاي القواطع حتى الشخص اللي يحتاجها، طبعا هنا الشخص قلت لكم اللي يفهم بهاي الامور اللي عنده اطلاع، اللي يريد او مثلا الناس اللي هي حابه لما تجي تشتغل بهذا المجال. هاي الاخشاب اشكال موجوده، الحجم ايش قد، القياس مالته كم انش، شوفوا انتو. واكو هذا كلش ضخم الكبير مال التأسيس هم من موجود، بس ما اعرف وين خليه، يعني الجسر يكون هم من اي شيء تريدون موجود. هنا أنا بيت كامل تقدرون انتو تبنون، اكو سمنت، اكو حديد، اكو كل شيء موجود. هنا أنا الحديد الشغلات اللي تشوفها، العازل، والله ترى شباب يعني شباب وحلوين وحلوات، الصبايا والشباب اللي موجود، ترى دا اختصر لكم اني، اختصر لكم كثير حتى لا يطول عليكم الفيديو، ايش قد ما اقدر دا اختصر، بس حابب هم كل شيء اشوفه. حبايبي هذا قسم الاسمنت، الحديد، جوز، حتى مثلا تريدون مثلا عازل، اكو مثل الزفت، كل شيء. هنا ترى البيوت تختلف يعني عن البيوت اللي احنا عندنا بالدول العربية. هذا هنا شوف مثل كيس عازل همين. عندنا هنا بكندا السطح، سطح البيت يكون بهذا الشكل. الوان مختلفة، يا اما اسود، يا اما مثلا لونه بيجي، اشكال. شنو يخلون هذا الشيء؟ يخلون هذا اللي الماده او هذا الشيء يخلوه على السقف حتى يمنع الرطوبه ويمنع البرد، واسعارهم ما اعرف ايش قد هذا، لان هم لازم انت تجيب ناس يسوي لك اياه، يقطعوا لك اياه ويكون بهذا الشكل بالضبط، يكون بهذا الشكل. تشوفون انتم اذا واضح هنا شلون يكون، هنا انا شارحين شلون يخلون هسه هذا الخشب عازل، هاي واحد اثنين ثلاثه، وبعدين يجي هذا اخر شيء، يجي هذا اللي هو الغلاف الخارجي اللي يمنع البروده ويمنع كل شيء. هذا قسم البراغي، المسامير، شغلات اللي تحتاجوها، وهاي اذا عندكم انتم هنا تجربون. شوف هسه هذا الرجل يجرب ايش قد الحجم مالته، هنا تربط الشيء اللي تريده،
تاخذ اللي انت رايده، المنشار الكوسرايل. الاسعار موجوده قدامكم انتم تشوفون. هذا منشار سعره 250، اكو من 120 لحد 400 دولار حسب القوه وحسب النوعيه اللي قلت لكم. اكو هذا الدريل كهربائي واكو بالهواء موجود. هاي اسعارها 150 دولار منتصف. هذا الصبغ، قسم الصبغ، هاي الالوان اللي موجوده، اي لون تريدون. شوف هاي التدرجات، يعني مثلا اي شيء تريدون تاخذون الكرت تنطوه اللي موجود هنا على الكمبيوتر راح يسوي لكم هذا. او اذا انتم عندكم لون ببالكم تقدرون انتم مثلا عندكم بالبيت لون معين تاخذون قطعه من الحائط، تفهمون شلون؟ تجيبوها لهذا المكان، هو راح يخليها بالكمبيوتر راح يخبط لكم اللون اللي يطلع نفس اللون اللي موجود عندكم اللي حابيه بالبيت. اي لون تريدوه هم راح يطلعوا لكم اياه. هذا هنا عنده كمبيوتر طلع لكم الالوان اللي انتم حابينها. هو هذا ارقى نوعيه، هاي ارقى نوعيه، سعرها ب 55 دولار اللي شقد 3 لتر 3.5 لتر قسم الاضويه للبيت الثريات. وهاي الاسعار مالتها يعني اسعارها غاليه طبعا مو رخيصه. بس هاي الثريا سعرها 480 دولار. اشكال موجوده، هاي سعرها 220، هاي ب 72 وحسب الاشكال وحسب اللي انتم حابين. فتريدون شيء تقولوا لهم عليه يجيبوا لكم وانتكم اياه بالصناديق اللي موجوده هنا، اي واحد تختاروه هنا. همين عندهم شغله حتى افهمكم اياها لكم هنا، اي شيء مثلا بضمان بوارنتي حسب اكو سنه واكو سنتين واكو ثلاثه واكو تبديل ورا، يعني الثلاث سنين تجيب الشيء مع الصندوق وكل الامور فيمطوك بيها يبدلوا لك الشيء اللي اخذته بنفسه، فهمتوني؟ او اذا شيء انت ما مستخدمه وتشوفه غير مناسب تقدر ترجع لهم اياه ويمطوك الفلوس اللي انت دفعتها. هنا عندنا المراوح، هاي اسعارها ب 100 وانت صاعد لل 700 دولار. هذا قسم الزرع، اذا مثلا انتم حابين تخلون بالحديقه وبداخل البيت لازم تعرفون انتم شنو اللي يقاوم البرد، او لازم مثلا يحب الظل وغيرها. الناس اللي تحب الزرع واللي تحب هاي الشغلات موجوده هنا ايضا. الاسعار ب 16 وب 20 وب 30 وب 40 وحسب. خلينا نفوت احنا وين على الحديقه جوا. هاي قسم قسم الجنينه، قسم الجنينه نشوف شوكو بيها. هاي الزرع اللي موجود والاسمده التربه. هنا المكان دافي اشوفكم بدون ما ادوخكم بالحكي فانتوا تفرجوا شوي، بس لازم اشرح لكم. هاي هنا أنا حتى للزينه احجار وكذا، لان اقول لكم ترى هذا الشوفة احنا بالدول العربيه موجود بالشوارع، احنا أنا ما موجود هذا الشيء. يعني المكان نظيف ما بي حجره واحده، لا عبالكم نشوف حجر او كذا بشارع ماكو. هنا الخراطيم صاندة بربيش اب تيو، كل واحد ولهجته، فما اعرف انت شنو لهجتكم ما اعرف. احنا بالعراق نقول صاندة او خرطوم،
لهجة العراقية. اللهجة العراقية بالمناسبة جدا صعبة، كثير من الناس ما يعرفوها، ما يفهموها، لما نحكي بعض المفردات ما راح يفهموها. بعدين لما نصير احنا نسوي لايف وبعد نحكي بهاي الشغلات. هسه شوفتكم اني شغلات الجنينة الحديقة. هاي مثل ما تعرفون لتنظيف الرصيف من الثلج، الممر من الثلج، لما يكون على هذا كله على البنزين، كندا اسمه غاز، بالانجليزي اسمه غاز. هذا الملح حتى يذوب الثلج اذا مثلا الممر عندكم لحد يزحلق. والهنا انا اصدقائي واحباب قلبي خلصت جولتنا بهذا المكان، اتمنى نالت اعجابكم، ولا تبخلون علي بالدعاء وبالاشتراك بالقناة، وراح اخلي لكم بصندوق الوصف الفيس والانستا، سوولي فولو على الانستا لان انزل بيه ستوريات، وايضا على صفحة عيون كندا بالفيسبوك، وعندي جروب ايضا اسمه عيون كندا. فتحياتي لكم واحترام وتقديري لكل من شافني ولكل من دعالي بالخير، وربي ان شاء الله يحفظكم وما يحرمني منكم.